وللحديث أكثر عن تقرير المركز الفرنسي للأبحاث حول صراع دائر بين شركاء العملية السياسية على المناصب في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بك أستاذ مصطفى. بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة ووتيرة التوتر تزداد يوما بعد يوم كما تعلم، برأيك هل سيكون هناك تصعيدا أو سيكون هناك تصعيد أكبر في الأيام القادمة، خاصة بعد إعلان المحكمة الاتحادية تجميد قرارات مجلس النواب الأخيرة والذي لربما أعطى أملا للإطار التنسيقي بشأن تسمية الكتلة الأكبر؟ يعني القضية الأساسية التي يجب أن ننظر إليها في هذه القضية هي أن هذا النظام الذي أوجده المحتل في العراق لا ينتج إلا الأزمات ولا يعتاش إلا على الأزمات، ولا يمكن له أن يستمر إلا بوجود هذه الأزمات. هو كما يعلم الجميع لم يقدم أي منجز للعراقيين، لا على صعيد الأمن ولا على صعيد الاستقرار أو الخدمات أو السيادة أو أي من المنجزات التي يمكن أن يعني تتحدث عنها حكومة من الحكومات. هو ليس لدي إلا هذه الأزمات، ولذلك يديمها بشكل مستمر لكي يبقى متحكما بشؤون العراق. هو تماما يشبه راكب الدراجة، إذا لم يتحرك يتعرض للسقوط، وبالتالي هذه الأزمات طبعا مرشحة لمزيد من التصعيد، لأن هذه الفئات التي أو العصابات التي تتحكم بالعراق يعني ليست لديها ما تقدمه للعراقيين، ولكن لديها ما تأخذه من العراق. هي تسعى إلى يعني كسب المصالح والنفوذ والمكاسب الشخصية والحزبية والفئوية والطائفية والعرقية، لذلك هذا الصراع سيستمر فيما بينهم. ولولا أن هناك من يضبط حركة بعض الجهات لوجدنا مزيدا من الصراع ومزيدا من الدماء ربما حتى بين أقطاب هذه العملية السياسية الاحتلالية. طيب، التي أوجدها المحتل في العراق. أستاذ مصطفى، وفقا للمركز الفرنسي للأبحاث فإن الفوضى التي يشهدها العراق اليوم هي أخطر من تلك التي شهدها خلال ربما 18 عاما الماضية لأنها مركبة. كيف ترى الوضع الآن بعد أن أصبحت التهديدات بمهاجمة مقرات الخصوم واقعا ملموسا؟ يعني كما قلت هذه الأزمات ستستمر، ولن يتحول الصراع بيني داخل الفئة أو الطائفة بذاتها. هناك خلافات كبيرة بين الطائفة التي كانت أو ممثلي من يزعمون أنهم ممثلو هذه الطائفة، وهنا تحدث عن شيعة العراق الذين لا تمثلهم هذه الأحزاب الطائفية المرتبطة تماما بالمحتل الأمريكي والمحتل الإيراني معا. لذلك يعني يلجؤون إلى هذه الأساليب العنف والإرهاب، ويزداد الصراع البيني في داخل هذه التنظيمات يوما بعد آخر. هناك من يرى أن الميليشيات اختارت الضلع الأضعف في المعادلة وهاجمت مقر حزب الحلبوسي، برأيك هل سيتحرك حلفاؤه من التيار الصدري للذود عنه؟ ربما يترك هذا الطرف أو ذاك، ولكن أنا لا أعتقد أن هذا سيحصل، لأن هذه الأطراف التي تسمى سنية هي تستخدم فقط لأجل إتمام ديكور العملية السياسية الاحتلالية في العراق، ولا يتوقع لها لا يقدم لها مركز قوة أو مكاسب حقيقية حتى في شارعها الذي يعاني الكثير من التهجير ومن القتل ومن الاعتقالات ومن الإرهاب الذي تشنه السلطة وميليشياتها بشكل كبير على مناطق كما يسمى المكون السني في العراق. ولكن هذه الأطراف التي تسمى شيعية والأطراف التي تسمى كردية تحتاج إلى وجوه تسمى سنية لأجل أن تتم
هذه المسرحية المتواصلة منذ 19 عاما في العراق، والمسمات عملية سياسية والتي يتحدث أقطابها أو أربابها عن تمثيل واسع لشعب العراق. في الحقيقة هي تمثيل لمكاسب كما قلت فئوية وشخصية وحزبية، وكلها مرتبطة بأجندات خارجية، والعراق ليس في وارد يعني تفكير هؤلاء هذه الأطراف جميعا. يعني في ظل هذه المحاصصة وحضور السلاح، إلى أي مدى ترى أن الديمقراطية التي بشر بها المحتل الأمريكي حقيقة يعيشها العراق اليوم؟ يعني كذبة الديمقراطية التي جاء بها المحتل أصبحت من النكات السمجة الحقيقة التي يتندر بها العراقيون. كيف يمكن لديمقراطية أن تقوم في إطار الفتاوى الطائفية وفي إطار الإرهاب والسلاح الذي يسيطر على كل السلاح الميليشياوي الذي يسيطر على مناحي الحياة، وفي ظل المال الفاسد وفي ظل هذه الطائفية المقيتة والعنصرية والعرقية؟ كما قلت لا توجد هناك على الإطلاق برامج سياسية لخدمة شعب العراق، وإنما هناك صراع على النفوذ. ومفوضية الانتخابات تتحدث عن تسجيل 266 حزبا في العراق، ولا يعقل على الإطلاق حتى لو كان العراق نفوس سكان العراق بقدر نفوس سكان الهند أو الصين أو كلاهما مجتمعا، لا يمكن أن ينشأ 266 حزب له برامج مختلفة وأحدهما له برامج مختلفة عن الآخر. لا توجد برامج سياسية ولا توجد برامج اقتصادية ولا برامج أمنية ولا برامج اجتماعية على الإطلاق. هناك فقط حديث عن تمثيل طائفي وتمثيل عرقي، ويستمر مسلسل النهب والاختلاس والسرقات والقتل والإجرام، ثم يتحدث هؤلاء عن انتخابات وكأن الانتخابات والتوجه إلى صندوق الاقتراع هو الديمقراطية، بينما في الحقيقة الديمقراطية يعني سلسلة متكاملة من الإجراءات ومن الثقافة ومن التقاليد التي ينبغي أن تسود قبل أن يتوجه الناخب إلى صندوق الاقتراع. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.